مراسلتنا الآن في غزة، أين تقع هذه المناطق المستهدفة تحديدا في القطاع؟ لأنه ربما على مدار الساعات الماضية تم استهداف منطقة دير البلح، كذلك القصف مكثف في شرقي قطاع غزة وكذلك في الجنوب. إذا منى عوكل معنا الآن على الهواء مباشرة. منى، ألمح في خلفية الصورة لديك هذه الأدخنة المتصاعدة، أين تتكثف القصف الآن منى؟ نعم، يعني بعد التحية، عمليا القصف ما زال يتكثف في منطقة المخابرات التي يتم استهدافها منذ أكثر من 12 ساعة، وحتى اللحظة كما تشاهدون يعني لم يتوقف هذا القصف ولا حتى للحظة واحدة، ربما منذ أن يعني خرجنا في أولى تغطياتنا هذا اليوم وحتى اللحظة، وما زلنا نشهد هذا الدخان الكثيف يتجدد مع كل قصف جديد. والآن ربما تستمر الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف هذه المنطقة، كما أنه يعني شهدنا استهدافها من قبل البوارج الحربية الإسرائيلية. الآن يبدو أن هناك ضربة جديدة أيضا. نعم، إذن الآن ضربة جديدة في ذات المنطقة. هذه المنطقة تتعرض للقصف منذ صباح هذا اليوم، بعد أن كان قد تم إبلاغ سكانها بضرورة إخلائها، وعلى ما يبدو أيضا بأن هناك استهدافات على طول الشاطئ الغربي، منطقة الشاطئ تحديدا، الشاطئ الغربي لشمال قطاع غزة. إذن هذه هي الصورة التي نشهدها الآن. وأيضا نذكر بأنه خلال الساعات الأخيرة كان هناك العديد من الاستهدافات لمنازل مدنيين، والأمر الذي أسقط عدد كبير من الشهداء. الآن قبل أن نكون في هذه التغطية كان هناك خبر عاجل بسقوط أكثر من 30 شهيد وعدد كبير من الجرحى جراء استهداف منزل سكني في منطقة جباليا البلد، تحديدا في حي الجرن. في هذا الاستهداف الذي لم يبلغ السكان بضرورة إخلاء منزلهم فيه. عمليا أيضا كان هناك استهدافات عديدة في منطقة دير البلح، في النصيرات، في خان يونس جنوب قطاع غزة، في منطقة أيضا شمال قطاع غزة. الآن أيضا أبراج حي الندى في شمال قطاع غزة تتعرض لقصف شديد ربما، وحزام ناري كالذي نشهده خلفنا. عمليا هي أيضا تستمر هذه العمليات في إطار يعني المحاولات الإسرائيلية لمسح مربعات كاملة. نعم، التهديدات الإسرائيلية في كل لحظة لسكان المنازل بضرورة الإخلاء. نعم منى، هذا هو السؤال. فكرة أن إسرائيل الآن تعتمد استراتيجية محو أو تدمير مربعات كاملة كما ذكرتي أنت الآن، هل هذا يتم بنسق ربما واستراتيجية ورؤية إسرائيلية، أم أن الغرض كما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه الغرض الحاق الضرر فقط منى، وربما الحاق الضرر بالمنشآت بالأرواح بكل شيء في القطاع؟ نعم، يعني من يرى الصورة والمشهد من قريب يعلم بأن هناك غرض فعلي في الحاق الضرر. يعني الآن سوف نحاول أن نحرك الكاميرا إلى صورة الحي الذي هو يعني في حي الرمال الذي تم استهدافه خلال الساعات الماضية. عمليا هذا الحي الذي سوف نكون معكم في صوت بالصورة الآن منه، مربع كامل تم يعني نسفه بشكل كامل كما تشاهدون الآن في الصورة. يعني لو كان هناك شخص واحد مستهدف أو يعني مبنى واحد مستهدف، لماذا يتم تحويل حي سكني كامل إلى ركام كما نرى الآن في الصورة؟ يعني هذا يجيب على سؤالك عزيزتي، هي إجابة لا يعني لست أنا من قدمتها، ولكن الصورة التي تقدمها الآن. هذه استراتيجية إسرائيل، هي محاولة إعادة قطاع غزة سنوات طويلة إلى الوراء وتلقين الغزيين درس قاسي. نعم، تبدو على الرغم من أنه أهالي غزة يعني يبحثون فقط عن الحياة، ويعني يبحثون عن الأمان في ظل الآن ما يعيشونه، هو في ظل السنوات الطويلة من الاعتداءات. نعم، والحروب المستمرة بين إسرائيل. منى أيضا، نعم، يبدو من اللافت في هذه الصورة وهذا الركام والمنازل والمنشآت التي سويت تقريبا بالأرض كما ذكرتي، أنها شديدة الالتصاق ببعضها. منى،
كيف تدخل عربات الإسعاف، كيف تدخل قوات الدفاع المدني، هل أصلا تستطيع الوصول لهذه المناطق، هل هناك ربما ضحايا تحت الركام أم أنه تم إخلاء هذه المناطق قبل استهدافها؟ نعم، يعني هم عمليا كان هناك تهديد لبعض السكان بضرورة الإخلاء، ولكن لم يكن هناك تهديد رسمي بأنه سوف يتم يعني نصف المنطقة بأكملها، وبالتالي عدد كبير من الشهداء والجرحى سقطوا في هذه المنطقة. عمليا هذه الصورة يعني كما نرى تترجم أيضا ما كنا نتحدث به عن تلاصق المباني بعضها إلى جانب بعض من جهة أخرى، أيضا إلى أنه يعني عندما يكون هناك هذا الكم من الركام، كيف من الممكن أن تعرف سيارات الإسعاف أو طواقم الدفاع المدني بأنه ما زال هناك سكان تحت هذه العمارة، وخصوصا أنه الآن في حالة الانتقال التي أو التنقلات التي يعني يقوم بها أهالي قطاع غزة بحثا عن الأمان. هناك الكثير من العائلات تسكن في منازل عائلات أخرى، وبالتالي هذا ما يعني أن المنزل الواحد لا يحتوي على أسرة واحدة أو عائلة واحدة، ولكنه قد يحتوي على العديد من الأسر. الكثير من المواطنين حتى الآن مفقودين إما تحت الركام، وهم يعني ونحن نعلم بأنهم تحت الركام، ولكن هناك أيضا عدد كبير من العائلات المفقودة لأنه لا أحد يعلم إلى أي منزل التجأت وهل تم استهدافهم. ألمح أيضا الصورة كما أشرت وأسمع يعني هي صورة حية في خلفية هذه الصورة التي نشاهدها، ربما صوت عربات الإسعاف لم ينقطع لحظة واحدة منى أثناء حديثك. كيف تتعاطى ربما وسط هذه المشاهد الإنسانية غير المسبوقة الفرق الطبية والتي هي أيضا نفسها مستهدفة؟ منى، لا أعرف إن كان هذا أيضا صوت الأذان يتصاعد من خلفك أم لا أسمع بوضوح، لكن يبدو هكذا. نعم هذا صحيح، يعني هذا صوت الأذان، والآن أصبحنا نسمع أصوات التي تخرج من المساجد في حالتين فقط، في أوقات الأذان وفي أوقات التي تحذر بها المساجد سكان المنطقة بضرورة الإخلاء. وربما هذا أيضا ما عشناه في عدد كبير من المناطق، حيث أنه يعني عندما يتلقى أحد المواطنين تهديد ومطالبة بضرورة إخلاء المنزل بشكل عاجل، لا يجد طريقة أسهل وأسرع من أن يتم إبلاغ المسجد القريب منه، وبالتالي يقوم المسجد بإبلاغ جميع المواطنين عبر مكبرات الصوت. هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. من جهة أخرى أيضا يعني عمليا الإسعاف الأولي وطواقم الإسعاف لم تقف عن العمل منذ 6 أيام وحتى اللحظة، وهي فعلا كانت مستهدفة، وشهدنا يوم أمس إصابة مسعفين واستشهاد واحد أيضا مسعف واحد جراء استهداف المركبة التي كانوا يتواجدون بها سيارة الإسعاف أثناء توجهها لإخلاء بعض الجرحى من موقع للقصف. هذه ليست المرة الأولى، وجميع الآن سيارات الإسعاف هي يعني مستهدفة. هذا ما دفع ربما طواقم الهلال الأحمر إلى التفكير أحيانا مرة ومرتين وثلاث قبل التوجه إلى أحد مواقع القصف، لأنه هناك رسالة إنسانية وهناك صراع فعلا في الوقت ذاته. هل نذهب إلى هذه المنطقة أم أنه ما زالت تتعرض للقصف، وبالتالي من الممكن أن نكون مستهدفين، كون أنه الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه فيتو ولا حتى يقدم حماية لأي أحد. هذا الصراع الذي الآن ربما تعيشه طواقم الإسعاف، تعيشه أيضا طواقم الدفاع المدني، ويعيشه الصحفيون، وهم الأكثر ربما هذه الثلاث جهات الأكثر التي يعني عليها أن تتواجد بالميدان دائما. هذا الصراع الذي يتعلق به هل نكون في الميدان، هل نتواجد بالميدان وبالتالي من الممكن أن نكون عرضة للاستهداف، أم أنه علينا أن نتوخى الحذر بشكل أكبر حتى نتمكن من الحفاظ على أرواحنا وخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين خلال هذه الجولة والجولات القادمة. يعني هذا فقط أحد الصراعات الذي يعيشها أو تعيشها هذه الطواقم خلال الأيام الأخيرة. دعيني أذكر بأنه أيضا التيار الكهربائي مقطوع بشكل كامل عن قطاع غزة، وفي المستشفيات الآن كان هناك يعني محاولة ل يعني الاستفادة من بعض
بعض البطاريات الكبيرة التي من الممكن أن تساهم إذا ما يعني تم الاستفادة أيضا من الطاقة الشمسية أن تساهم في عدد من الساعات التي قد تصل ساعات في الكهرباء يعني توليد الكهرباء التي قد تصل إلى المستشفيات الرئيسية. لكن الأزمة الآن أن هو أنه هذه المستشفيات لن يتم إمدادها بالطاقة سوى خلال النهار وأربع ساعات فقط خلال الليل، ما يعني بأنه في منتصف الليل أو بعد ما تغيب الشمس بأربع ساعات فقط لن تتمكن المستشفيات من العمل وفقا لما يتطلب الأمر، وسوف يكون هناك ظلام دامس حتى في مستشفيات القطاع نظير نتيجة للاستمرار في القطاع التيار الكهربائي. وهذه أزمة إنسانية كبيرة لن تنتظر كثيرا قبل أن تتحول إلى كارثة.